هعمل تورتيلا بالموز والجبنة والعسل والقرفة، لذيذة وسهلة والولاد بيحبوها جدا. ودايما لما نيجي نقدم حاجة حتى حلوة، أنا طبعا عارفة الآيس كريم من أكتر الحاجات الحلوة جدا في الدنيا، بس دايما نحاول نقدم الحاجة فيها شوية سخونية. يعني اللي هنعمله حاجة سهلة جدا، عندنا كريم تشيز زي ما انتوا شايفين، هنحط كده اهو نص الكريم تشيز دي، جبنة الكريمية، عندنا عسل أبيض، شوية القرفة مع الموز والعسل، نعمل ده كده و كوبسي. حطيت شوية زيادة أنا هنا بس خلاص، ونبتدي على طول، نبتدي بقى من هنا